حد هو بيسمع يقول لك ايه؟ يقول لك هو انت يعني هنعتب على موسيماني ليه؟ ما هو الراجل يعني بيعمل كل حاجه، بيكسب كل حاجه. فيعني خلاص انا رو... انا ناجح، يعني انا انا بالطريقه اللي انا بعملها دي اللي هي مش عاجباني او مش عاجبك او مش عاجبه فلان او مش عاجبه فلان، انا ناجح فما تتكلمش معايا، انا اشارك 11، العب انزل العب بتسعه بس ما العبش ب 11، انا حر بقى ما انا بكسب. خلاص يبقى ما تزعلش لما الناس تنتقدك لو الاداء مش, مش جيد او لو في اصابات وحد رجع مش ما كانش في نفس المستوى. وانت هتكلمني عن اداء وانا بكسب بطولات؟ تمام انا باخد وجهه نظري التانيه انا بسالك يعني دلوقتي راجل واخد اثنين دوري ابطال افريقيا واخد برونزيتين في كاس العالم عامل لك ايه تاني؟ هو انا, أنا من حيث الارقام انا معاك يعني الراجل معاه انجازات طبع. انجازات كبيره جدا ده ما انا بخس حقه صح لكن في بعض المباريات ده بعض المباريات انا بكلمك هنا في شقين شك مصلحة المدير الفني أه. مع مين يعني أه. لما كان مع مستر جوزي كان يقول لك آه لامم أحسن لعيبة في مصر أه. من الإسماعيلي ومن الـ من مقصة ومن إمبي لامم أحسن لعيبة في مصر فعشان كده الراجل بيشتغل على المصلحة الشخصية أه. إن أنا ب... لكن مع, مع فترة لا الفرقة هيبقى فيها خلل الفرقة هيبقى فيها خلل أه. مع فترة مع فترة لو ظهر لك إصابات هتعاني أه. لو ظهر عشان أنت ما بتعملش عملية الروتيشن أه. مش مثبت طريقة لعب أو بسيستم لعب بتقدر ان هو مع اي اي لعيبه تقدر لو عملت الروتيشن مش هتلاقي نفس الاداء لان في لعيبه بتبقى بعيده بشكل كبير جدا ست او سبع مباريات فلما بتيجي تديها في لعيبه عندها فورمه المباريات ما بتحسش ان هي بقى لها ست سبع مباريات بره صحيح لكن في لعيبه هتتاثر في لعيبه هتتاثر وهنا الجماهير مش هتلوم على الراجل هتلوم على اللاعب صحيح. هي جات لك الفرصه وما قدرتش تستغلها لكن هنا الشك زي ما بقول لك الراجل مم. بيفكر في المصلحه الشخصيه وهو تحقيق اكبر كم من البطولات في الفتره اللي هو موجود فيها لكن على المستوى الاخر اللي هيضر اللعيبه اللي هيضر اللعيبه هتضر طرق اللعب اللي هيلعب بيها مش هيديك المردود زي ما القوام الاساسي بيلعب فده اللي انا بتمناه الفتره اللي جايه ان كل اللعيبه تبقى موجوده كل لعبه تشارك